محمد فيك الله يسير. الله يحفظك. قبل فاصل فتوقفنا عند نقطة المرأة عورة، يعني نشرح المرأة كلها عورة. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس الوجه والكفين لكن عورة على عورة على الرجل، عورة على الرجل بمعنى يعني المرأة عورة بالنسبة للرجل الأجنبي. أما النسوة فيما بينهن فللمرأة على المرأة عورة، والمرأة على محارمها عورة تختلف عن الإطلاق الذي هو بالنسبة للأجانب. هو ده المقصود في يعني في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن هذه الستات، هذه الزينة أم كل جسد المرأة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالعلماء قولان شهيران في هذا الباب إضافة إلى أقوال أخر بعيدة عن الشهرة. القول الأول قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المرأة عورة عموما، وأن قوله تعالى إلا ما ظهر منها يعني بها الثياب، يعني المرأة تلبس أحيانا ثوب أسود وتحته ثوب ألوان. تمام. فإذا أظهرت الثوب الألوان لا حرج في هذا، إذا ظهر منها الثوب الذي له ألوان من تحت العباءة السوداء فلا بأس بذلك. هذا رأي ابن مسعود في إلا ما ظهر منها. ابن عباس وردت عنه من طرق لا يسلم. طب مهم عذر المقاطعة، مهم بعض البنات بيلبس كده والكمبليزون بيبان من تحت الهدوم. كمبليزون يعني تقصد لانجري، ملابس داخلية للنساء. دخلنا تظهر من تحت الملابس. دخلنا في شيء آخر إذا ظهر هذا وهو أن هذا يثير على الفساد، والله لا يحب الفساد. طب ما إلا ما ظهر منها مش لابسة توب أسود يظهر لون ما تحته؟ لا مش يظهر لون ما تحت. أحيانا الثوب الأسود يكون طويل. ذهبت إلى السعودية والإمارات، نعم، أحيانا المرأة إذا تحركت أو جاء بعض الهواء أو ركبت سيارة يظهر الثوب الذي تحت تمام تحت العباءة السوداء. تمام كلام ابن مسعود، نعم، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يرى إلا ما ظهر من الثياب، ويعني بها الثياب التي التحتانية تمام. التي تظهر من المرأة عرضا. لكن ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه من عدة طرق لكن كل طريق منها في سنده ضعف أنه يرى الوجه والكفين. انتصر فريق من العلماء لرأي ابن مسعود كالشنقيطي رحمه الله عليه رضي الله، بما حاصله أن زينة المرأة شيء خارج عن جبلتها، شيء خارج يعني عن جبلتها، يعني الزينة شيء خارج عن أصل الخلق. يعني إذا قلت لك أنت تزينت بشيء، المفترض أن هذا الشيء ليس منك. تمام، تحط ميك اب مثلا، مكياج، يعني هو يقول كده يخطئ قول من قال إن الزينة الوجه، لأن يفترض أن الزينة شيء خارج عن أصل الخلق. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فالذي على الأرض ليس هو الأرض. سليم. ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فالكواكب ليست هي السماء الدنيا. سليم. وكذلك زينة المرأة أو زينة الرجل شيء خارج عن أصل الخلق. هذا كلام وجيه، له وجاهته يعني. فلذلك ضعف بذلك القول القائل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الذي قال إنه الوجه والكفان. قال لأن الوجه والكفان من أصل الخلقة. ولا تسمى زينة. سليم. ولا تسمى زينة. فإذا الزينة شيء قد يستلزم رؤية ما تحته. فمثلا المرأة تزينت بالكحل. تمام. التزين بالكحل سيظهر العين. يعني أنت إذا هي أظهرت الكحل سيظهر العين، ستظهر العين. سليم. إذا أظهرت الحناء ستظهر اليد، ستظهر اليد. سليم. فالزينة شيء خارج عن أصل خارج الخلقة، عن أصل الخلقة. فلا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها. يرجح شنقته في الوجهين، إما أنه الكحل الذي إذا رؤية من ثم رؤية عين المرأة، أو ما زارك الحناء ونحو ذلك. لكن أورد الوجه الآخر الذي هو مدعم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ومدعم بقول الله تعالى إذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ومدعم بالشيء الأصلي الذي كان على عهد الرسول هو عموم ارتداء النساء للنقاب. يعني أحيانا يحصل خلاف في تفسير الآية، ينظر حينئذ إلى عموم ما عليه أصحاب رسول الله. طيب. أو عموم ما عليه النساء في زمن رسول الله. طب يا دلوقتي يعني الشيخ الشنقيطي يرتقي الكحل، يعني هنالك ما هو أبعد من الكحل هو في أيلينر مثلا الآن. لا أقول هو يرتقي الكحل، الشيخ الشنقيطي يرى الحجاب كاملا، حتى الوجه،
حتى الوجه الوجه إلا العينين عند فريق كامل. ألم يقل الرسول للأحدهم ارجع فانظر إليها فإنه أحرى؟ في الخطوبة، في الخطوبة فقط، في الخطوبة، هذا الحديث تحله في الخطوبة. طب دلوقتي ظهر المكياج والميك اب والأيلاينر والرموش والروج، روج حضرتك، يعني المرأة تضع هذه الأشياء وتقول إن الله جميل يحب الجمال. عفوا لم أنقل أن الشنقيطي يبيح رؤية العين، رؤية الكحل. لم لا فضلت أشرح. نعم لا أشرح كلامه فقط. نعم. إنه بيبين يعني مراد من يرى الكحل يرى العين أنه يضاعف الوجه القائل بأن الزينة الوجه والكفان. هو يضاعف هذا القول فيقول إن الزينة في الأصل شيء خارج عن أصل الخلق، لكن إجمالي قولي الذي أتبناه أو الذي أنقله أولا أن الخلاف قائم في رؤية الوجه من عدمها. أختار أنا شخصيا فيما أتدين الله به أن المرأة تتحجب حجابا كاملا.